سامي الحريري نرجع للمحورنا الرئيسي رايك انت عمليه مواكبه طلبات الجماهير بالتعاقد مع, مع اللاعب وفق شروط اللاعب والارقام اللي يحددها والا تحمل غضب المدرج ايش رايك في المعادله هذه هذه تعتمد على تقييم داخل النادي يعني يفترض كل لاعب يكون له تقييم يعني مو معقول انه لانه فلان جدد بمبلغ معين انت تطالب بنفس المبلغ يعني هي تقييم من ناحية فنية وتقييم حتى من ناحية يعني تواجدك داخل النادي كقيمة فنية وإضافة إلى ذلك كل نادي وخلينا نقول كل شيخ له طريقته بصراحة يعني أنا لو كنت رئيس نادي راح أقدم العرض المنطقي المنطقي لكل لاعب أما أنه خلينا نقول نبيع بالكوم يعني أنه كل لاعب يطالب لأنه اللاعب الثاني أخذ مبلغ أعتقد بأن هذه فكرة غير منطقية صعب جدا في نادي يكون مليء بالنجوم أن تحافظ على جميع النجوم لا في المملكه ولا في حتى دوليا، يعني هذه فكره استحاله وليست صعبه كذلك. يعني في استثناءات يعني على فكره انه يكون لدى الهلال لاعبين تحت 23 سنه او يكون لدى الهلال مبلغ معين سقف معين لبعض اللاعبين، لا في استثناءات يعني حتى لما تجلب من الخارج، يعني في يوم من الايام في عام 2000 الهلال جلب محمد الدائع بخمسة مليون وكان مبلغ فلكي، ولكن ماذا بعد؟ اتى بعشرين بطوله، عشرين بطوله تقريبا للهلال، لذلك فيها استثناءات هذه النقطه ولكن يعجبني العمل التراكمي اللي في الهلال يعجبني الفكر الواضح، يعجبني الشفافيه لدى الهلاليين، ليخرج لاعب لا يوجد اشكاليه كبيره، يخرج بكل احترام بكل تقدير قدموا له عرض مناسب، لم يناسب اللاعب، لم يناسب يعني تواجده داخل النادي، هذه تعود للاعب ولكن انه يكون الفريق قوي بتقديم العرض مادي قوي للاعب، فكر المدرب انا يعجبني جارديم حاليا بانه جالسين يعني احنا قاعدين نقول 23 عمر اللاعب اللي تواجد في الهلال وجاردين في نفس الوقت يقدم الفرص يعني مدربين كب... سابقين. بوابه الاحلال بس اوضح إيه؟ مش الفريق كله 23 إيه؟ الاحلال الان التعاقدات يعني حاولوا يركزون على الاعمار هاي. في التعاقدات وكذلك في النادي يعني احنا <applause> يعني قاعدين نشوف مصعب الجوير يعني فيما لو خرج الاحاديث يتحدث بانه ممكن كمثال محمد كنه يخرج مصعب الجوير جاهز ولعب هذا الموسم وقدم نفسه لذلك دائما لما تكون تنظر نظره بعيده المدى تكون هذه نتائج الفريق وانت تحسب حساب لكل شيء الاستقرار هو من وضع الهلال في هذا الموقف عندما تبقى إدارة ثلاث سنوات تضع أفكارها اليوم بسبب أن الهلال لديه استقرار اليوم نشوف حتى لو خرج أي لاعب من الهلال لا يوجد إشكالية لا فنية ولا غيرها